اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. اولا بنهنئ كل الامه الاسلاميه بالعام الهجري الجديد، كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يجعل كل الامه الاسلاميه ومصر بخير وسلام الى يوم الدين. النهارده هتاكلنا ايه يا شيف؟ النهارده عايزين نعمل شويه مقبلات بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، ولكن حريصين كل الحرص لما نعمل وجبه او المنيو بتاعنا بيناسب الصغير والكبير، كل افراد الاسره يعني. النهارده معايا بطاطس عايز اعملها بالزبادي والثوم سلطه. بطاطس بتتسلق بطريقه جيده ونشوف ازاي هنعملها بالزبادي والثوم. معانا جبنه النهارده هنقليها، جبنه مقليه الاطفال بيحبوها، نشوف ازاي ممكن نقليها في الزيت ونضمن ان هي ما تسحش في قلب الزيت وفي نفس الوقت التوبنج بتاعها او الخلطه هتبقى ماسكه فيها. معانا بنجر النهارده هنعمله بطريقه جديده، هنعمله مع الطحينه. طحينه يعني اوميجا 3 يعني منتجات السمسم، والبرجر مفيد جدا لكمان للناس اللي بتعاني من المشاكل، النقص في الحديد، نقص في عندها انيميا، الاطفال اللي مش بياكلوا البرجر بيحبوه الاطفال، فخلونا ان احنا ندعمه بالطحينه ويبقى سلطه فيها كل القيمه الغذائيه العاليه. معانا فاصوليا خضراء النهارده جميله من خير ارضنا، تعالوا نشوف نعملها النهارده سلطه ازاي بزيت الزيتون وعصير الحامض. الفاصوليا دي لما تتسلق صح وتتعمل تتبيله كويسه ونحطها في الثلاجه ناكل منها على مدار الاسبوع. نيجي للسبانخ ومصدر غني جدا للحديد، هنعمله سلطه النهارده بدبس الرمان، وكلنا عارفين الرمان او دبس الرمان من منتجات الرمان، والرمان مفيد جدا بينقي الدم وله قيمه غذائيه عاليه جدا للاطفال وللكبار. يعني المقبلات بتاعتي متنوعه، فيها النشويات، فيها البروتين، فيها الكربوهيدرات، فيها الخضروات المفيدة للقولون وبتعالج مشاكل الإمساك. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف إزاي نعمل شوية مقبلات، ولكن البروتين مش هبرة لحمة وبس أو يكون عندي فرخة سليمة أو ديك رومي أو بطة، لا، البروتين موجود في كل حاجة. يعني عندنا الجبنة اللي هنقليها النهاردة ده مصدر للبروتين، عندنا البطاطس مع الزبادي فيها بروتين وفيها نشويات وكربوهيدرات، عندنا سلطة الفاصوليا الخضراء لما يعملها بزيت الزيتون وعصير الحامض يعني مفيدة جدا لكل المشاكل اللي بتعاني منها سواء الإمساك أو مشاكل القولون. مش عايز أطول حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أو هتروحوا بعيد تابعوني. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي نحمر جبنه مقليه او نقلي جبنه مع بعض واحنا شغالين. مقاديرها على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك. الجبنه المقليه معانا جبنه عكاوي او شيدر حسب الرغبه اللي موجود، ولكن حطها في الفريزر شويه قبل ما تشتغلي فيها، موجوده معانا. ومعانا بيض ومعانا بقسماط، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر، ولو هي ملحه ما تحطيش ملح. حلو الكلام، حلو الكلام. بس يا شيف مغازي الخلطه ما بتمسكش في الجبنه، نعمل ايه؟ خليكي معايا واحده واحده كده وشوف انا هشتغل ازاي. ادي اتنين بيضه كده بنقلبهم مع بعض بمضرب حلو، ونحط على البطين دول يا شيف معلقه من النشا. الله عليك. الجبنه دي اخواننا الشوام اللبنانيين والسوريين يعني عامه هم اللي اخترعوها، عشان نتكلم كل واحد ياخد حقه. جبنه مقليه تلاقيها الصبح كده مع طبق الجرجير، طبق الخس، او جبنه مشويه عكاوي. لو هي مالحه بتحطيها في ميه تتخلصي من الملوحه بتاعتها، وبعدين تحمريها في زيت زيتون تشوحيها يعني مشويه، او في انك انت تقطعيها وتقليها، في منها بحبه البركه وفي منها ساده. ولكن التركايه والاسرار مع الشيف المغازي. حطيت مع البيض معلقه من النشا زي ما هي كده، واحط على البيض يا عم الشيف ايه بقى؟ شويه بهارات حلوين. معانا شويه بقدونس حلوين، حلو قوي. احط شويه زعتر وشويه بهارات من الملح، سوري مش هحط ملح انا، سنه بابريكا، شويه زعتر حلوين، اتبلها كده زي الفل. بس انا لو حطيت الجبنه يا شيف في البيض ده كده برضو مش هتمسك، ممكن الخلطه تسيب من عليها. نعمل ايه؟ واحده واحده مع بعض. هنجيب البقسماط بتاعنا ونوسع الدنيا كده، اللهم صل على النبي، وناخد الجبنه اللي هي عندنا جاهزه ومعانا من الدقيق معلقه صغيره، ونعفر الجبنه دي يا عم الشيب بشويه الدقيق دول. الله عليك وعلى والديك، بس خلاص ارفع ايدك. هناخد الجبنه دي بعد التعفيره دي كده
من النهارده لازم تاكلي ولادك جبنه مقليه اهو، سواء موزاريلا سواء عكاوي سواء شيدر اهو. ايه التركايه تاني من الاول؟ على حسب الكميه، اتنين بيضه قلبت معاهم شويه نشا، معلقتين من النشا ومعلقه كبيره. البهارات بتاعتنا شويه بابريكا شويه زعتر شويه بقدونس، ده خضار حلو. نكسر البياض، هناخد الجبنه نحط عليها معلقه من الدقيق. هاخد الجبنه اخدها زي ما هي كده، احطها في الخلطه دي كده اهو بالشكل ده كده. هتشيل طبعا التوبنج بتاعنا، لان انا الملمس بتاعها انا عملته بالدقيق، عفرته بالدقيق. اقلب الخلطه دي كده، وبعد ما اقلبها احطها فين يا عم الشيف؟ في البقسماط. شفتوا بقى لونها اتغير ازاي؟ اول ما تلاقي لونها اتغير كده اعرف ان هي شالت من التوبنج بتاعنا اهو 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 زي ما هي كده اهي اهي اهي. حلو قوي، اخدها كده بالراحه واحطها فين؟ في البقسماط بتاعنا او رقائق الذره زي ما انت عايزه. رقائق ذره، بقسماط، تجيب التوست اللي عندك تفرميه في الكبه وتستخدميه عادي. اصبح دي برضو فيها بروتين السلطه دي كده. نقدم معاها جرجير بقى، نقدم معاها خس كابوتشا، خس بلدي حسب الرغبه. وفي قلب البقسماط بنعملها كده، بنفلفلها، وعندي زيت شديد الحراره واضغطهم بايديا كده. ممكن تعمليها على فكره وتشيلها في الفريزر، ولادك راجعين من النادي، جوزك راجع من الشغل، حاجه كده تصبيره على ما تجهزي الغدا او العشاء. صحن بطيخ حلو هيدعي لك. ناخد الجبنه كده حمرها في الزيت دلوقتي وعلى مسؤوليتي. الصوره حلوه شباب حبايبي. هناخد ده كده يا عم الشيف، واخبار الزيت ايه؟ درجه حرارته عاليه جدا. زي الفل. بس لا لسه عايز يسخن، نخليها على جنب كده لما الزيت يسخن معانا. اوعى تحطها في زيت بارد، هتبوظي كل اللي عملتيه. الجبنه دي لازم تتقلي في زيت شديد الحراره زي ما حمرنا فيه العيش من شويه. حلو الكلام؟ اخبار الجبنه ايه؟ هو ده. ننزل بقى في قلب الزيت زي الفل. يلا. جبنه تقيله اول ما بتنزل في الزيت بتنزل تحت. لازم الزيت يكون شديد، علشان لو حطيتها في زيت بارد الجبنه دي هتسيح ومش هتقدر انك انت تحصلي على الشكل اللي انت عايزاه. انا كل القصه عايز اعمل لها توبنج من الخارج، طبقه خارجيه كده تبقى مقرمشه زي لطيفه زي الفل، لما اكلها احس ان انا باكل ايه؟ حاجه كريسب كده. الفاصوليا استوت. والجبنه في قلب الزيت. واحده واحده كده زي الفل. جبنه مقليه. بس خلاص ما نقلبهاش كتير. خس كابوتشا. خس كابوتشا في الارضيه كده حلو، يكون مغسول وجاهز. اخد الجبنه ارصها عليه واقدمها بقى. طبعا دي على انت ما تحط الغداء او تحط الفطار او تحط بقيه السفره هتكون خلصت، خاصه لو جوزك راجع جعان وعايز ياكل. هينقنقها كده على الماشي اهي. جبنه مقليه مع خس كابوتشا. الف انا وشفا. لطيفة وجميلة وسهلة، ومسحتش وطالع لونها أصفر وحلو كأنك بتحمري جمبري. نوع من أنواع المقبلات. لازم جبنة عكاوي يا شيف؟ ممكن تعملها شيدر، ممكن تعملها موزاريلا، بس أي نوع جبنة هتحمريه لازم تحطيه في الفريزر شوية يبقى تبريد عالي. أي نوع من أنواع الجبنة لازم تحطيه في الفريزر شوية. الله، حلوة. في واحدة تانية كمان. ألف هنا وشيفة للي ياكل، نخليها هنا. تمام، خلصنا من الجبنة. وكمان أسرار إنك تعملي شوية مقبلات بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما تسحمي مطبخك وتبقي واقفة في المطبخ الدنيا مكركبة. يعني إيه مكركبة يا شيف؟ شيف والله عمل نوع خمس أنواع من المقبلات النهاردة. الموضوع ببساطة، إن في نية إنك تعملي مقبلات بكرة، بتسلقي من البطاطس من بالليل وتحطها في التلاجة، مش لازم تقشريها عشان لونها ما يتغيرش. الفاصوليا الخضراء سلقتها من بالليل وحطيتها في التلاجة. الجبنة اللي أنا شغال فيها دي كده اعمليها من بالليل وحطيها في التوبنج بتاعها وحطها في التلاجة، وهكذا. تقومي واقفة في المطبخ رايقة،
تعملي المقبلات دي يبقى يوم اجازه بالنسبه لك، مش هتاخد منك اقل من تقريبا 20 دقيقه، هتكون عملت 20 نوع من انواع المقبلات. انا قلت لحضراتكم في البدايه لما اجي اعمل سلطه بحتاج ان انا اعمل نوع من انواع المقرمشات. هي المقرمشات اللي ممكن تقدمها لنا يا شيف؟ انا هعمل شويه عيش معايا كده، هعملهم مقرمشات. العيش الشامي بتاعنا ده كده اهو، بجيبه كده بلفها رولز كده، رغيفين عيش مع بعض يعني، واقطعهم كده زي المكرونه الاسباجيتي بسكينه حاميه اهو. انت ممكن تلف رغيف واحد مفيش مشكله عشان تبقى حنين على ايدك كده وتقطعها بسهوله اهو. شفت التقطيعه دي مطلوبه. هاخد العيش ده يا عم الشيف اتبله شوية بهارات حلوة، عندي زيت بيسخن على النار، أحمر العيش ده مع بعضه كده، هتبقى حاجة لطيفة على السفرة للأطفال، حاجة تجذبهم علشان يقعدوا على السفرة، هما بيحبوا الحاجات ديت على فكرة، وخاصة لما يكون عليها فليفر حلو. دلوقتي هنشوف نعمله مع بعض إزاي. اتقطع العيش كله اهوت، هو مش اتقطع معاك كده على فكرة غير لما تلفيه رولز زي ما أنا عملته دلوقتي. ناخد العيش كده أهو، حاجة جديدة اهو. هناخد العيش ده نحطه هنا ونحط عليه شوية بهارات حلوين مع بعض. ايه هي البهارات يا عم الشيف واحنا مع بعض كده؟ سنة بابريكا حلوة مع شوية زعتر حلوين، طعم العيش ده هيتغير اهو. ادي البابريكا وشوية كركم حلوين كده، اطعمه يعني من الاخر. الحاجات دي المقرمشات دي ممكن تلاقيها في كيس كده في اي سوبر ماركت بالشيء الفلاني، وسعرها غالي جدا. حلو قوي، وعندي الزيت بيسخن كده اخباره ايه زي الفل تمام. شوف التركه دي بقى، سنه شبت صغيره. ايه يا شيف الابداع ده؟ اهو ده عيش جربيه شفت الجو ده كده. اقوم اعمل ايه يا شيف تاني بقى؟ دي سلطات، عندي عصره ليمون دلعها علشان التتبيله تمسك فيها وأقلب العيش كده واخده على الزيت تحمير على طول يلا جربي الطريقة دي وقولي رأيك فيها ايه. حاضر عينيا الاتنين شفت العيش ده كده زيت شديد الحرارة، لازم يكون زيت قوي جدا وما تفرقهوش، خلي بالك ننزل بيه في قلب الزيت بالشكل ده كده يا ويلي يا ويلي يا ويلي هو ده يتقدم مع المقبلات اللي انا بعملها دلوقتي يسيبه يتحمر كده وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل معانا نوع من انواع البنجر هنعمله مقبلات، معانا جبنه هنقليها مع بعض ونشوف اسرار قلي الجبن سواء موزاريلا سواء شيدر سواء عكاوي من غير ما تفك مننا، معانا سبانخ بدبس الرمان عشان الناس اللي عندها مشاكل في نقص الحديد والانيميا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض العيش خاطف نظري بجد والله. ده عيش ولا مكرونه نجدتيلي؟ ايه ده؟ هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه. حطوه مع شويه البطاطس مع سلطه البنجر اللي عاملها دلوقتي حلوه، مع الجبنه المقليه حلوه تمام زي الفل. ما اقولكيش حمار بطاطس، هي دي حلوه قوي على فكره. هنخليه كده نقدمه مع بعض ونخليه هنا كده، حلوه قوي. الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، سلطة البطاطس بالزبادي، وعملنا مع بعض البنجر بالطحينة، وعملنا مع بعض جبنة مالية، وعملنا عيش مقرمش مقرمشات حلوة مع السلطة. جيدا، مطبخنا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، متنوع يعني رؤية يعني فن يعني إبداع. كل يوم من مس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.